يا سادة، أنا يلي فزت. أنت غشاش يا سائق. الكل متحمس للمعركة وجاهزين ندخل قازان، بس عرشي بسانت بطرسبورغ وقازان هي أول الطريق. شو يلي صاير هون؟ يمكن اجينا من الطريق الغلط. ساعدوني أبونا. أنت عايش؟ أبونا أبونا يا أبونا، يلا يلا ساعدني لأمه، يلا أبونا. مين يلي ساوى فيكن هيك؟ جماعة بوكاتشيف. حرة؟ كتير منيح. طيب إذا هيك تعالي نترك كل شيء ونهرب مع بعضنا. يا سادة اسمعوني، هدول نصابين. شو؟ عشو بدنا نلعب اليوم؟ نحن تأخرنا ولازم نمشي. خلينا نمشي. انت نسيت الكمان تبعك. شكرا لك. سيد أندري، ما تنطر سموها اليوم. ليش؟ هي راحت مع بافل بتروفيتش على الصيد. ليش هيك؟ خلتني انطرها وحلى منها رح تجي. قالت شي تاني؟ قالت لك تراضيني؟ قربي لعندي. ساعدتك رح صرخ. اكسر ايديكي يا غبية، اكسر ايديكي. غبية حقيرة. بترجعك ساعدني ورجع. مين بتكون جيرترود ومن وين هي؟ عروستي ساعدتك. ماني فاضي، عم بشتغل هلأ. روح يا فلاس. في اضطرابات بسانت بطرسبورغ. مين أندري اللي قتلوا حتى أخذوا بها الطريقة؟ ما منعرف يا صاحبي. الله يفك أسره وأسرنا. أنا إليزابيث أليكسيفنا، أنا بكون بنت الإمبراطورة الروسية إليزابيث. الحكومة الفرنسية رح تدعمكن مالياً عن طريقي، بس من تحت لتحت طبعاً. لازم نمسك المحتالة ونجيبها على سانت بطرسبورغ قبل ما تتأزم الأمور أكثر من هيك جلالتك. وكيف رح نعمل هيك؟ لازم نلاقي شخص يقدر يغريه ويسرق لقلبه. أنا بدي تكون طلبات جلالتك كلها مستجابة وبأسرع ما يمكن كمان. مستحيل اسمح إنه وريسة العرش الروسي ما تكون راضية عن زيارتها لنابولي أبداً. أنا رح عينك سفير خاص بنابولي في وحدة اسمها إليزابيث دراغانوفا، عند الجرأة لتدعي إنها بنت الإمبراطورة إليزابيث بيتروفنا وبدها تستولي على العرش الروسي. ومهمتك هي إنها تجيبها لهم. شو عم تساوي؟ اللي جينا مشان نساوي. بالحقيقة رغباتنا مو مثل بعضها يا كونت. أنا غلطت امبارح وعم فكر صلح الأمور. ما في داعي تفكر، المرة الذكية هيك بتجي، وهذا الشيء بعمري ما شفته بعيلة رازموفسكي كلها. انت رح تخبر الكل انه الكونت أورلوف صار هون بأراضي نابولي بقرار أصدرته الإمبراطورة الحالية إيكاترينا أليكسيفرا، وانه هي بتكره العالم يلي ساعدوها بالانقلاب. انت عن جد شخص كتير خطير كونت أليكسي. ستيبان إيفانوفيتش، في أخبار عن المحتال؟ دخل على قازان والقوات متحاصرين بمبنى الكريملين، بس المدينة اتدمرت. المحتال دخل على السجون وعمل جيش من الناس اللي حررهم وشنق كل النبلاء والضباط، بس
فيلق قمع الشعب ضد بوغاتشيف صار هلأ بقيادة بيتر إيفانوفيتش بانين. هو بعت لي إلي كمان منشان أعمل مفاوضات جديدة مع الأتراك، هدفة تفصلنا عن بعض، بس نحن كمان منعرف نلعب بذكاء ورح نفرجيها كيف اللعب. وشو رح نعمل؟ لسه في عنا وراء رابحة. أنت تعلمت كتير من الكونت وموظفين القصر. لما بتكون معهم تتعلم كتير. من هلأ ورايح أنت مستشاري. شنقو؟ لا، أنت يا مرة يا حلوة رح تقسمي بولائك إلي. واحد حقير. أنا وياك ضعنا، اسمعني منيح، انتهى أمرنا. رح تروح لعند الروس وتحاول تتفاوض معهم. نحن لازمنا وقت أكتر. مشان شو الوقت؟ جاي لعندي ضيف كتير مهم، ويمكن زيارته هي تقلب الأمور كلها لصالحنا. أنا عم بزعجك شي؟ ما كان بدي أعدم جوزك لو أنه وقف معي وقاتل مشاني، مو أحسن من خدمة الألمانية؟ ماشي، لكن منوقع المعاهدة لما يوصل القرار، بس برأيي على الأقل خلينا نتناقش شوي ببنود المعاهدة. إذا أنت حبيت تكمل المفاوضات بعد أسبوع مثل ما قلت، فهالشي من حقك، وبهالوقت نحن رح نتابع ونكمل هجومنا. ما تواخذني، ما فهمتك أنت، شو قصدك أنه رح تكمل هجوم؟ إيه، وليش أنت متفاجئ؟ عود وكول. ما بقعد على الطاولة اللي قاعدة عليها هي. قلت لك عود وكول ولا تضوجني. كنت روح اعمل رجال عند الأعداء. رح روح. السلام عليكم يا سادة. جلالة السلطان بيقلكن انه هو موافق على شروطكم. بالحقيقة انا مبسوط كتير لانه اخدتوا هالقرار، وبالوقت اللي كنتوا عم تفكروا فيه قواتنا استغلت الوقت وقدرت تتقدم عليكم لمسافات كتير كبيرة. على هاي الحالة بظن نحن لازم نجتمع اليوم المساء لحتى نقدر نكتب الصيغة النهائية لمعاهدة السلام. أصلاً نحن جهزنا المعاهدة من زمان، مو ناقصة غير تشوفها، مكتوبة بثلاث لغات ومنهم التركية. تفضل. ليش ما عم تغسلوا غير تيابكن؟ امسكوا لسه هدول كرمال ما يتعبوا نسواننا. لازم نهرب من هون وبسرعة، ما عاد فيني اتحمل.
كيف بدنا نهرب وهن مراقبيننا ليل نهار؟ لازم تضل عيوننا مفتحة، ولما تجينا الفرصة رح نستغلها، ما لازم نضيعها. خلينا نكفي غسيل يا ديرجافين، برأيي أحسن ما يعلقونا على حبل المشنقة. معك حق. يلا يا خوزاق، شدوا همتكن مشان ناخد الكرملين اليوم، وبعدين رح ناخد الكرملين الرئيسي. خود هاي معك جلالتك، بدي تاخدني معك. هاد مانو شغل نسوان، ممكن تصيبك رصاصة طايشة. لا تخافي، حدا عم يزعجك؟ أنا ومعك ما بخاف. بدي روح لشوف الفجوة وأرجع فورا، ما رح أتأخر. إذا كانت الفجوة كبيرة بدنا نهجم بالليل. رح أكون بانتظارك. أخ منك. وهيك يا نيكيتا إيفانوفيتش، هاي البداية لآلاف السنين من السلام بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. بتمنى هالشي، بتمنى هالشي، كله بإيد الله. وهلأ صار فيني أرجع لسانت بيترسبورغ مرتاح البال، لخبر جلالته بانتهاء الحرب وتوقيع معاهدة السلام بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية. كل شي بإذن الله. بتمنى يا محمد باشا نكون حلينا كل خلافاتنا بشكل نهائي. انت قدمت خدمة كتير كبيرة للبلد وللإمبراطورة يا نيكيتا إيفانوفيتش، واسمك رح يتخلد بالتاريخ كبطل، ورح تصير قدوة للكل، إلا إذا قررت تنحرف عن طريق الحق. هاد الرب وحده بيعرف شو عم فكر، وبتعرف إنه نحن كلنا موجودين هون بنفس الفريق وحاملين الهموم نفسها من شأن البلد والإمبراطورة كمان. لازم أنت تنتبه على حالك منيح، أنت وأخوك يا نيكيتا. رح تضل هون شوي لأن الإمبراطورة أمرتني حل مشكلة سوق العبيد يلي بالقرم، وأنتوا رح تسبقوني على سان بطرسبورغ. بس لا تنسى أنت تحت المراقبة هالفترة، ويا ويلك إذا بتغلط شي غلطة. انت كان بدك تسممي الامبراطور؟ شو؟ لا تتغشمني، حاسين عليكي. لا تلمسني، رح خبر ايميليان بكل شيء. اتركني. لك بعد عني. خرسي، رح نتصرف معك الطريقة القانونية يا ساحرة. تعالي تعالي. شو سكتت؟ أنا متأكد إنه نيكيتا إيفانوفيتش وقع المعاهدة مع الأتراك، ووصلت قوات سوفوروف على قازان، راح يخبرونا كل شيء. حتى لو المعاهدة مع الأتراك توقعت، هن أخذوا كتير من وقتنا، وبوغاتشيف عم بيصير أقوى يوم بعد يوم. جلالتك أنا عملت تحليل بهالخصوص، والنتيجة اللي طلعت معي إنه رح يفشل. هات لنشوف. عم اسمعك. المتمردين حققوا نجاحات كبيرة كتير على المستوى العسكري خصوصا، وتحركاتهم بتبين خطيرة. الناس بتحب السلطة لأنه بتنظم لهم حياتهم، وهو ما عم ينظم شي بس بيدمر. شو اللي عم يتركوا ورا؟ مجرد أرض محروقة بدون أي تنظيم أو قانون. هالتمرد بس عم يخرب ويدمر، ما عم يعمل شي تاني. مثل الإعصار بقى، شو رح يستفادوا الناس؟ بعد ما يخلص الإعصار رح يرجع الهدوء. بقى كيف رح نعرف إنه ما رح يكون في نظام من بعده؟
هالشي ما رح يفيدنا إذا وصل الإعصار على بطرسبورغ. هذا التمرد رح يفشل، بس الأهم إنه ما تسقط روسيا من بعده. الحمد لله على سلامة جلالتك، رجعت لنا بالسلامة. الخدمات وهنن عم يطبخوا، لقوا قنينة وشربنا منها كلب وفورا مات. هي كان بدها تشربك منها من دون ما حدا يحس بشي. بس هي اعترفت انه كان بدها تسممك ونحن منعناها. قلت لك لا تتوقع خير من هيك عالم. شفت لي الخير يلي بيجي منهم؟ انت اقترحت هالشي؟ لا انا سمع. ليش وقف الضرب؟ يلا تفضل علني جنبها طالما القوقازمان واخوك. شبك نحن الزلم تبعك انت. اذا نحن يلي بتعتبرنا اخواتك ما صدقتنا، مين رح يضل معك وقتها؟ قلتلنا القوزاق لازم يوقفوا مع بعض ولا نسيت؟ لوين رايح؟ مين رح يقود الجيش على الفجوة؟ إيه كاثرينا ما بتقود الجيش، عندها جنرالات بيقودوا. أنتوا يا جنرالات قودوا الجيش. إذا أنت ما رح تكون موجود يكون بعلمك ما حدا رح يروح ويهجم عليهم، يعني رح نضطر نتراجع. شو بدنا نعمل هلأ؟ شو بدنا نعمل يعني؟ انسوا، ما فينا نبعث الجيش بدون القائد تبعه. اسحب القوات كلها لأنه رح ننسحب ورح نرجع على يدسك. ايه وشو من شأن الإمبراطور؟ من هلأ ورايح نحن اللي منقرر. سمعت يا جنرال فوروغ؟ انت اجمع لي كل القوات، رح ننسحب من قازان فورا. شو بكون واقفين هيك؟ يلا تحركوا، جهزوا العربيات وخذوا الغراض، ومن هلا لبكره رح نكون طالعين. وشو بدنا نعمل بالسجناء؟ السجناء كلهم رح ينشنوا، ما رح ناخذهم لانه مو ناقصنا هم. مزبوط هالحكي صحيح. وين هنن سكريبال وبلابول؟ بسببك في فوضى كتير كبيرة بالقصر. أكتون وجهه مانو عم يتفسر، وجلالة الملك كل يوم عم يبلش صباحه بكاستن بيت. جلالته ما في داعي يقلق مني أبداً، لأني أصلاً عم أقرب على السيدة أكتون. هو متعود يعمل هيك بالعالم، مو متعود حدا يعمل فيه هالشي. ايه بيتعود. قليلي بتعرف شي دكتور شاطر هون؟ ليش فيك شي؟ أنا ما فيني شي، رفيقي عم يشوف منامات كتير بشعة، عم يفيق أكتر من مرة بالليل وهو عرقان وعم يرجف وعم يصير يصرخ، ودكتور السفينة ما قدر يداوي. يا حرام، عم يشوف الحلم نفسه كل يوم؟ ايه كل يوم. عم يعاني بسبب الحب؟ فينا نقول الحب، بظن انه بسبب الماضي. ليش هو شو عمل؟ بتقدر تحافظي على السر؟ الكونت أورلوف عنده كابوس، عم يشوف حاله ماشي بمقبرة وبيشوف قبر مفتوح، ولما بيقرب من القبر الميت بيسحبه لتحت التراب، وبعدين بتجي الإمبراطورة إيكاترينا وبتوقف فوق القبر وبيطلب منها مساعدة، وبعدين أتباعها
بصيروا يدفنوه هو عايش وهي عم تطلع عليه، وبعدها بفيق مرعوب. مين الميت يلي عم يسحبه؟ ما رح تقولي لحدا؟ أنا وعدتك أندري. الإمبراطور بيتر فيدروفيتش، لأنه أليكسي أورلوف قتلوا بيدي. شو هالألعاب ماريا؟ ألعاب؟ الظاهر أنك مخربت، لأنه ما في غيرك بيلعب بالمملكة. أنت يلي عزمت السفير الروسي على ليلة البهجة مو هيك؟ في حدا شافه بغرفة مع واحدة من ضيوفنا. وشو المشكلة بهي القصة؟ ما بيصير حدا يقرب منا، هيك طلب السيد ليفيفر، وإلا جلالة إليزابيث وقتها رح تكون بخطر. اسمعني، من وين بدي أعرف شو أمرك السيد ليفيفر؟ أنت ما بتدخلني بألعيبك هي بالعادة. ولا لتكون غيران مثلاً؟ كيف؟ أنا المشاعر العادية ما بعرفها، بدي أعرف الغيرة؟ صاحب الجلالة، أنت عشقان؟ ما بعرف بشو عم حس، ما عم أقدر طلع البنت الروسية من بالي. يا مسكين، بشو علقت حالك؟ ليش خايف تخالف أوامر ليفيفر؟ أنت ما بتخاف من شي بالعادة. إيه صح، رح أعزم على الحفلة. خلي السيد كاليوسترو يعمل له سحر، هو بيطالع الميت من قبره، وهذا رح يخلي حبيبة قلبك بمزاج منيح كتير، وانت رح تستغل هذا الشي. اتذكرت على سيرة الأموات، كل ليلة قائد الأسطول الروسي أورلوف بيشوف الإمبراطورة اللي قتلته بالمنام. وانتي من وين بتعرفي هالشي؟ أنا بعرف بأسلوبي الخاص حبيبي. برأيي لازم نعزمه على الحفلة كمان. بس الوريثة الروسية رح تكون بخطر إذا عزمنا للسيد أورلوف. وبلكي إيكاترينا هي اللي صارت بخطر، وقتها أنت وليفيفر رح تصيروا ملوك هي اللعبة. رح أعزم على الحفلة، وأنا رح خبرها أنه رح يجي السيد أورلوف، وخليها هي تقرر. هي بنابولي وتحت حمايتي، لا الروس ولا الفرنسيين رح يقدروا يأذوها أو يضروها بشي. حبيبي غريغوري ألكساندروفيتش، أنا متعودة أقول لك الحقيقة، وبعرف أنه أنت كمان دائماً بتقلي الحقيقة، وأنك بتكره الكذب والتمثيل. ما فيك تتخيل قديش مقهورة وزعلانة بسبب الفراق والبعد والمسافات يلي عم تكبر بيناتنا، لأني بدون وجودك ومشورتك ومساعدتك ما فيني كمل. وجودك جنبي كان يمدني بقوة كبيرة، بس أنا ما عندي ثقة أنه رح أقدر أقوم بهي المهمة لحالي بدونك أنت، بدون ما تمسك إيدي. بس كان لازم نبعد عن بعض هيك ونضحي بحبنا الكبير مشان مصلحة البلد الأكبر. ما عم بفهم شو قصدك؟ كيف يعني راح تتمشى؟
أكيد بيكونوا خطفوها. شو فارق معكن أنتو؟ بتروحوا بتتفقدوا كل الأماكن بسرعة وكل السفن اللي بالمينا وخصوص السفن الروسية. كازيمير اترك الحراس بحالهم، لأني أنا منيحة وما صار معي شي. كنتي بالمدينة؟ ورحتي عالسوق؟ الروس صاروا بيعرفوا أنك هلأ بنابولي. أنا تعبت ومليت. نحن دائما ناطرين حدا، اللي فيفر ودوجي. اللي لشوف مين ناطرين هلأ كمان؟ ناطرين سفير تركي سفق باشا. انت ما بتمل من النطرة؟ بتضل كل الوقت بانتظار عطف حدا؟ يا سادي، اجا الملك فردناند. نتشكر جلالتك وممنونين لألك. لسه ما وصل السفير التركي سفق باشا على نابولي. لساته عالطريق. وصلنا خبر انه الاتراك وقعوا معاهدة سلام مع الروس، يعني لفيفر ما قدر يتفق مع السلطان. جيش إيكاترينا مو ضعيف مثل ما نكون مفكرين، عنده جيش قوي. شو هالمفاجأة الحلوة جلالتك؟ صاحبت الجلالة الظاهر انه هو المدينة خلى وشك يفتح. مو من الهوى، من اهتمام جلالتك فيني ومعاملتكم الحلوة إلي. حابب أعزمك على حفلة عنا بالقصر. أو خلينا نقول رح يكون في شخصية مشهورة عنا بهي الحفلة تبعنا. حلو كتير. هلأ كنا عم نتناقش بالموضوع، صار لازم نطلع على العلن وما نضل متخبين. على كل حال ما حدا رح يعرفني غيرك. أنا رح أبعت لك خياط لعندك لهون. أنت لازم تفصلي كم فستان. هذا كرم كبير من جلالتك. الآداب الملكية بتفرض علينا نعزم السفير الروسي على الحفلة، الكونت أندري رازوموفسكي، ورح كون حريص أنه ما يسبب لك أي إزعاج. هيك واحد ما بيستاهل كل هالاهتمام منك. ورح يكون في شخص روسي تاني، قائد الأسطول الروسي الكونت أورلوف. بس يمكن الأحسن أنه ما نستعجل. كازيمير، برأيك الكل بده يقتلني، فشو بيهمك مين هو هذا الشخص؟ بيقولوا أنه قتل الإمبراطور بطرس الثالث، فيمكن أنه تكون أخذت إيده على القتل. جلالتك، أنا رح أجي على الحفلة. ممتاز، نلتقى هناك. منتشكر جلالتك كتير، اسمح لي وصلك. شكرا. كل ما قل عدد يلي بيعرفوني بيكون أحسن. على فكرة أنت تسرعتي بقرارك. أنا بعرفه لأورلوف، إيكاترينا كتير مسيطرة عليه وهو رجال خطير فوق ما تتصوري. كازيمير، إذا كنت خايف لهالدرجة ليش فوت حالك بمثل هاي القصة؟ أنا ما بحب طريقة التفكير هاي. من اليوم وطالع بتخاف مني أنا. واقف عندك. مين انتو؟ لوين رايحين؟ مين عم يسأل؟ خادم الامبراطور. اي امبراطور منه؟ اذا بتدور هون منيح بتلاقي تحت كل شجرة في امبراطور. جيبوهم.
نحن ضباط ومنخدم الامبراطور. يا جماعة هلا بس نوصل على المعسكر بنعرف مين انتو عن جد. استنوا شوي استنوا. يلا جنني انت آية من الجمال. انت طالعة كتير حلوة لبقلك هذا الفستان. شكرا لك. بقصد شكرا كتير لك ولجلالة الملك. طبعا جلالة الملك بيتمنى من وريثة العرش الروسي انه تقبل هاي الهدية الخاصة من ملك نابولي. تفضلي هي مشان تشوفي. كل العيون رح تكون عليكي. الملك ما عزمني على الحفلة معك، بس القصر هنيك كله حراس. أنا وميشيل رح نكون بالعرباية مشان نرجعك على البيت، فما في داعي تقلقي أبدا. أنت لا تأكل هم، ما رح أتصرف بتهور. الملك فردناند ناطر جلالتك، تفضلي لوصلك، كلهم هون. ما لعبت لك. مثل ما بدك. بالإذن. شو هالجمال؟ وشك مضوي مثل الشمس. ماريا كارولينا، سفق باشا، اسمحوا لي أقدم لكم الوريث الحقيقي للعرش الروسي إليزابيث. ما تخيلت بحياتي إنه ممكن يكون لمرة واحدة قصص قد حضرتك. لا وكلهم حقيقيين. تشرفت بمعرفتك صاحبة الجلالة. اسمحي لي أعرفك كمان على السفير العثماني سفق باشا. بيسعدني رحب بحضرتك على أرض نابولي المضيافة. أوه صراحة ما في منهم. تسمحي لي أسألك سؤال شخصي شوي؟ مو حاسة بالملل هون؟ ليش؟ لأنك بعيدة عن بلدك. بتمنى العدالة تاخد مجراها وتاخدي العرش يلي من حقك، ووقتها رح يكون في فرصة أنه روسيا وتركيا يوقعوا معاهدة سلام حقيقية، مو مثل المعاهدة اللي توقعت بكوتشو كاينارجي. أنا هون عم بشتغل على الموضوع، وبكل صراحة لازمني شوية مساعدة كمان. بشرفني يكون رفيقك ونتناقش سوا كيف ممكن الدولة العثمانية أنه تساعدك. هاي إجا الشخص اللي ناطرته. وهلأ عن إذنكم وصل السيد أورلوف ولازم قوم ورحب فيه. انبسطت كتير لأنه فضيت حالك كرمالنا ولبيت الدعوة وإجيت على الحفلة. وأنا مبسوط بشوفة جلالتك واتمنى أن نلتقي أكثر من هيك بالمستقبل. سمعت انه انت اليوم لحالك، ورح يكون لي الشرف الكبير اذا انت بتكوني شريكتي بالرقص. اكيد اذا الملكه ما بتعارض هالشي. ما رح تعارض. انا والملكه متفقين كتير جلالتك. رح انطر الرقصه بفارغ الصبر. فيني اسالك سؤال شخصي وحساس شوي؟ حتى ممكن يكون وقح. أكيد فيكي جلالتك. هي أمرتك إنه تقتله ولا هيك عملت كرمالة؟ ما فهمت عن شو عم تحكي. ماشي تشرفت فيك. منرجع منلتقي بالحفلة. صاحبة الجلالة.
حضرتك بتكون إليكسي أورلوف؟ إيه. فيني أعرف مين حضرتك؟ أنا إليزابيت، بنت الإمبراطورة إليزابيت بيتروفنا. وكيف وصلتي لهون؟ مثلي مثلك، عزمني ملك نابولي لأحضر الحفلة. كأنه مبين عليك الآن. حضرتك شو بدك مني بالضبط؟ يعني إذا حدا شافنا مع بعض. لا تكون خايف من العواقب. الإمبراطورة كتير صعبة وقوانينها كتير صارمة مثل ما بتعرفي، وأفعالنا المنيحة مو دائما بتشفع لنا، العقاب بيكون كبير. إذا شافنا الكونت رازموفسكي رح يبلغ علينا، لهيك اسمحي لي. قالوا لي عنك إنك خطير كتير، بس بصراحة مو مبين عليك هذا الشيء أبدا. يمكن لأنك أنت شفتيني وأنا بحسن أحوالي. كيف يعني؟ الأفضل إنه نتمشى. تعال معي بعيد عن عيونهم. الظاهر انك مضيع قائد الاسطول تبعك، مو هيك؟ انتبه عليه منيح لانه الاجانب هون بنابولي دائما بخطر، ويمكن باي لحظه كمان ينقتلوا. عم تفهم علي؟ ما شفت ولا قبر روسي بنابولي، بس اكيد في الف قبر انجليزي. طيب بشوفك بالحفله. للاسف. بعدنا مسافه منيحه. هيك أحسن. كمان أنت ما بدك يشوفونا سوا. يمكن يضحكك هالموضوع، بس أنا بخاف من فرديناند. ما بعرف ليش أنا بخاف منه، بس فكرة أني أرقص معه عم تخليني أتوتر. مانك مضطرة ترقصي معه، مين جابرك على هالشي؟ بس أنا خلص وافقت. أنا بعرف إنه المرة ما بتنمسك من كلمتها، لأنه الشيء المهم هون هو أفعالها. رقصي معي أنا. ما عاد تخافي يشوفونا سوا؟ لا. بس فرديناند أكيد رح يجن، شو مشان وعدي إله؟ رح نقله أنا ما بعرف وإنتي نسيتي. كونت أندري، وعدتك أول ما تعرفنا على بعض إنه أقدم لك رقصة. برافو، كتير حلوين. سعادتك، بتحب نرقص سوا؟ بيشرفني طبعا اذا بيسمح لي جلالته. تفضل، انا شريكتي بالرقص جاهزه. شكله عصب كتير، ما هيك؟
أي حدا محله رح ينزعج ويعصب. كونترا زوموفسكي راقص شاطر مو هيك؟ صح جلالتك، لأنه هو هلأ ما عاد حاسس بالإهانة. شو قصدك أنت؟ جون أكتون، أنا حاسس أنه صار في كتير مبعوثين روس بنابولي هلأ، مزبوط؟ إذا بصير شي للسفراء الروس هون هالشي رح يخلي العلاقات تتوتر بين نابولي وروسيا. أنت بتعرف أنه ما بيجي خير من الروس، من وراهن ما بتجي غير الحروب. نحنا ما لازم نسمح لأي شي ممكن يصير مع الكونت أورلوف إنه يأثر على العرش بنابولي. عم يصير عمليات سرقة بالمينا، كتراني هالقصص بآخر فترة، سمعت بهالشي؟ إنه بلا ما عندهم شي يعملوه هنيك بالليل، وخاصة إذا بلا حراس. اليوم رح تشوفوا شخص الزمن ما في له سلطة عليه، يلي شاف أجيال عم تموت وغيرها عم تنولد، الشخص الغامض واللي عنده قدرة إنه يتصل بعالم الأرواح الخفي، كاليوسترو. سيد كاليوسترو رح يحضر الوصفة اللي فيها تخدع الموت، رح تشوفوا كيف فيه رجع الحياة لجسة ميتة، رح يكون في جسة بنص المي وهو رح يفصل المي عن المي. قدامكم رح يصير أعظم سحر بالكون، البخار عم يطلع مثل مو شايفين يا سادة، الجسة رح ترجع للروح هلأ. آمين. مين منكن ما بيخاف إنه ينتقل لعالم الأرواح ويقطع حدود العالم هاد؟ أنا ما بخاف. أنت بتخاف تروح على عالم الأرواح شي؟ إذا معك بيسعدني هالشي. Thank you.
الكونت هلأ رح يناشد العناصر الأربعة: النار، المي، الأرض، والهواء، مشان يرجع للبنت روحها. يا أيتها القوة، أعيدي الروح لهذا الجسد. عملك تعرفي يا شي؟ أول مرة بشوفها. تشتغل معه. أنت كنتي بعالم الأرواح، ومو بسهولة أبداً رجعتي على عالم. خلينا نروح على عالم الأرواح كمان. أنا بالأول رح أحييكي، ولما تشتاقيلي بتحييني. وهلأ السيد رح يقرالكن أفكاركن كمان، رح يقلكن شغلات خطيرة وما حدا بيعرفها غيركن. مين حابب يتأكد إنه كاليوسترو بيقدر يقرأ أفكاره ويعرف شو جواته؟ أنا بدي. صاحبة الجلالة؟ أنت متأكدة؟ إيه. لكن غمضي عيونك شوي، والسيد هلأ رح يقول بشو مشغول بالك. هذا السيد هو اللي شغل لك تفكيرك. ايه مزبوط الحكي. وهلأ السيد رح يقلنا عشخصين اثنيناتهم عم يفكروا ببعض. في داعي تعملوا هيك. حاجة سخافة، لا تخوف الضيوف يا كاليوسترو. هون مجتمعين خيرة الناس، وتصرفاتك هي ممكن توديك على السجن، عم تفهم؟ ضب أغراضك وطلع من هون. بكفي جلالتك، مبين عليك مو منيح. عرضنا لليوم انتهى. انبسطت هلأ؟ عن جد غريب هاد، كيف قدر يقرأ أفكاري؟ أنت كأنك ما خفت منه. أنا خايف من إنه ما نقدر نشوف بعضنا. أنت قدرت تلفت نظره أليكسي غريغوريفيتش. عرفت مين هي؟ وين متخبية؟ هي مانا سهلة.
وبظن كتار قبلي فكروا انه يلفتوا نظرها. ايه انت لسه ما شفت شي يا رجل، طول بالك شوي. يا استاذ، برايك ما لازم تعتذر مني على اللي عملته هلا؟ ها؟ اسف كتير. لا لا استاذ، انت ما بتعرف كيف تعتذر شكلك. لحظة، اليوم عملنا 3 مشاكل برأيي بكفي. انت منيح؟ خدش صغير. شكرا لك يا كونت. شكرا لك. استنى استنى، انتبه انتبه. انت بتعرف منيح انه تجاوزنا الصعوبات انا وياهم. انا خلصته من الخطر، نحنا مع بعض دائما. عم تفهم علي؟ شو عم تحاولوا تعملوا؟ قلنا اعداء بكل المدينه والروس عم يبذلوا جهده لحتى تموت. انت بدك هالشي يصير؟ لا. بما انه ما بدك اياها تموت، قلي شو هي الاسرار؟ قلي لوين راحت بسرعه. للمره الثانيه بقول لك التزم بالاداب. انتبه لكلامك، انت ما عندك ادله على هالشي. لعلمك هذا اخر تنبيه لك، لهيك التزم حدودك. ما في عندك دليل، بس نحن في عنا 4 بوارج ب60 مدفع، وليكون بعلمك نصهم موجهين على هذا القصر.